وبعدين تراجعت؟ لا ما فيش، انا جالي كذا عرض بصراحه اول ما مسكت المنتخب وقبليها كمان المغرب، وانت كنت على علم باللي انا قلتهم لك دولت، لان كانت عروض الحمد لله كانت عروض من انديه كويسه يعني. قعدت افكر كتير جدا، خاصه ان انا كان في البدايه انا وكابتن حسام ما كانش في تفاهم في وجهات النظر. حد انت اتفرجت على الكابتن حسام صح؟ لا هو كابتن حسام قال ان طارق و كان موجود اتحاد الكره، اتحاد الكره اشكرهم طبعا، اتحاد الكره طبعا، اللجنه الخماسيه استاذ عمرو الجنايني والدكتور جمال محمد علي واحمد عبد الله ومحمد فضل دكتوره سحر، اللي كان فيه ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وان انا ابقى موجود. وبالتالي انا اول ما دخلت المنتخب قلت للكابتن حسام، قلت له يا كابتن حسام يعني انا طبعا غريب بالنسبه لك مع الجهاز، ولكن انا حابب الشغل معاك وسعيد جدا بالشغل معاك، واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، بس ثق في طارق مصطفى، لان انا هنا نضيف وواضح جدا وصريح، يعني انا عارف الشغل وعارف المنتخبات وعارف الانديه، ممكن انت حد يقول حاجه من وراك وده اللي حصل، حد يقول مش عارف ايه، حد يقول ايه. فبالتالي انا قلت له يا كابتن حسام انا اللي ليا طلب عند حضرتك، انا المدرب العام بعد حضرتك، وده شيء ما اعتقدش يزعل حد، والكلام ده قلته للجنه الخماسيه وقلته للكابتن حسام، وبصراحه هو قال لي ما عنديش مشكله. قلت له يعني انا حضرتك ان المدرب العام انا اللي بقعد جنب حضرتك على الدكه، انا لو في مؤتمر صحفي حضرتك مش هتطلع فيه انا ابقى موجود فيه، حاجه مش تبقى موجود في التمرين انا ابقى موجود فيه. هو ده اللي انا اتكلمت فيه مع كابتن حسام، وبصراحه الامور مشيت كويس الفتره دي. كان فيها كابتن حسام دايما وانا بحييه عليها من النوع اللي بيسمع يعني كان لما بيجي جداً. جدا جدا انا بصراحه محترم جداً. انا بصراحه على المستوى الانساني طيب جدا، خلي بالك نضيف. لا انا هجي لك على العملي بس انا بكلمك على الجوانب الانسانيه. نضيف جدا، قلبه نضيف، محترم جدا، محترم جدا، ابن ناس، ما عندوش حته اللوم والخبص والكلام دي كده. فبالتالي انا كمان كده، انا كمان صريح. على الجانب المهني انا كنت بتمنى، انا كنت بتمنى ان انا اشتغل مع كابتن حسام، ولو جات لي فرصه تاني وعايز اشتغل معاه وهو ما عندوش مشكله برضه هشتغل مع كابتن حسام. ليه يا اسلام؟ لان انا خلاص الفتره الاخيره دي كلها انت عارف، انت لما بتتمرن مع مدرب او مدير فني وبتتعامل معاه كل يوم فبتعرفه اكتر. احنا خلي بالك احنا فرقت معانا فتره كورونا، كنا والماتشات الوديه اللي ما لعبناش فكانت المسافه بعيده، فهي ديت اللي خلت فيه حاجز بعيد جدا. انا في مره واحده سمعت مصر كلها بتتكلم على مشكله بين كابتن حسام وطارق مصطفى، انا ما اعرفش ايه، انا لدرجه ان انا قفلت تليفوناتي ثلاث ايام، مش عايزه، ما انا مش عارف في ايه، مين اللي قال ان في مشكله ومين اللي طلع ومين اللي عمل كل الحاجات دي، انا مش في دماغي الحاجات دي كلها يعني. بص انا بتفق معاك ان حسام البدري ده راجل محترم جدا ومدرب مميز جدا جدا طبعا، انا يعني ماليش دعوه بقى بال يعني مشاكله مع النادي الاهلي مش عارف ايه، وان كان الراجل برضو اكد على اكتر من مره ان هو يعني ما عندوش مشاكل مع جمهور النادي الاهلي، قد يكون في خلاف مع المسؤولين في النادي الاهلي. فعشان نقفل صفحه حسام البدري، عندي سؤال بساله لك كمدرب سابق للمنتخب لسه سايب المنتخب، وفي نفس الوقت انت عندك رؤية فنية بتبقى مميزة جدا، اي المنتخبات افضل ان احنا نقابلها من وجهة نظرك في المباراة الفاصلة لمونديال 2022، وايه الطريقة والتشكيل اللي لو لعبنا بيه هيكون يعني ليه دور كبير في ان احنا نتأهل بإذن الله؟ بص من وجهه نظري الشخصيه، لان انا اتفرجت على كل المنتخبات بما فيهم امبارح الجزائر وتونس والمغرب، كانوا ثلاثه بيلعبوا امبارح وانا متابع جيد للحاجات دي يعني. انا اشوف ان منتخب تونس، اتمنى ان احنا نلعب منتخب تونس، لان تونس انت وتونس 50-50، بالعكس انت ممكن تتفوق كمان على المنتخب التونسي في جزئيات بسيطه، انت عندك الكواليتي بتاعك مشابه لتونس بس انت عندك المحترفين موجودين اعلى يعني ككادر يعني. المنتخب الثاني هو المنتخب النيجيري، لانك انت مع الافارقه بتعرف تتعامل كويس قوي. المنتخب النيجيري امبارح متعادل 1-1 ووصل كان على ملعبه، وانا تابعت برضو ملخص للمباراه، انما المنتخب الجزائري
منتخب قوي جدا بس عنده مشكله. عنده مشكله في خط الظهر، الاثنين اللي بيلعبوا ورا المساكين، ويمكن حصل خطا امبارح ضربه جزاء مع بوركينا فاسو. بوركينا فاسو عملت مباراه كبيره جدا جدا جدا، وكان في مشاكل كبيره جدا عند المنتخب الجزائري. ممكن يكون الضغوط اللي موجوده وخايفين يجي فيهم جون فيطلعوا، عندهم ضغوط كبيره جدا، ولكن عندهم مدرب ذكي جدا عمل تغييره بين الشوطين، خرج بونجاح ونزل لعيب نص الملعب سفيان عشان ياخد نص الملعب. نص الملعب كان هربان منه. هو ده المدير الفني اللي انا بحب المدير الفني، انه يقرا المباراه ما يستناش وما يتاخرش. مع ان خرج مين؟ خرج راس حربه ابو نجاح، بغداد ابو نجاح، وده راس حربه تقيل جدا. فانا اشوف المنتخب الجزائري عنده مشكله في خط الظهر، بس انت المهم انت تكون انت حالتك ايه يا اسلام. اشوف المنتخب السنغالي قوي جدا وسريع جدا، وعنده لعيبه 23 24 لعيب محترف. المنتخب المغربي نفس الشيء. فالماتشات دي انت حالتك عامله ايه قبلها؟ انت عندك البطوله العربيه مهمه جدا جدا جدا، انك توصل للتشكيل اللي هتلعب بيه امم افريقيا، وعندك من الحلول ومن الدكه ومن اللعيبه اللي ممكن يحصل لها حاجه. لا امم افريقيا والمباراه الفاصله. لا دلوقتي ما اقدرش اقول لك من وجهه نظرك انت على الحاله اللي احنا موجودين عليها دلوقتي. ما اقدرش، بس اللي اقدر اقوله لك، اللي اقدر اقوله لك ان التشكيل مش هيروح لبعيد، لازم القوام فيه. يعني دايما المدير الفني بيبقى عنده 70 80% قوام اساسي، ما بفضلش كل شويه غير. يعني بتتكلم مثلا كل شويه بيغير؟ لا انا بتكلم عموما كمدير فني يعني. لما انت بتتكلم الشناوي طبعا في حراسه المرمى، بتتكلم على اكرم توفيق، بتتكلم على فتوح، بتتكلم على الونش، بتتكلم على حجازي، بتتكلم على نص الملعب، لازم وجود طارق حامد في نص الملعب، وجود السوليه او النني، اي حد في الاثنين انا ما عنديش مشكله، بس طارق لان الوحيد اللي بيقطع، وانت في المباريات الكبيره محتاج ان انت تفسد الهجمه وتقطع الهجمه، فوجود طارق مهم جدا. تتكلم على الثلاثه اللي قدام، تتكلم على صلاح، تتكلم على افشه، بتتكلم على تريزيجيه لان هيكون رجع تريزيجيه، مهم جدا تريزيجيه، بتتكلم على مصطفى محمد او شريف. عشان كده بقول لك ده طريقه 4-2-3-1، لان يا اسلام 4-3-3 قليل جدا 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 في مصر كلها. اللعيب اللي بيلعب رقم 8 اللي هو بنص الملعب بيخترق بيروح لقدام، مش هتلاقيها كتير في مصر، وكتير من الانديه ما بيعرفوش يلعبوها عشان ما عندهمش الحته دي. انما ممكن الله اعلم، هو ممكن كروش او جاز الفني يلعب بهذه الطريقه في البطوله العربيه. اخر سؤال، هننافس على امم افريقيا ولا لا؟ لا طبعا منتخب، خلي بالك انا لسه بقول لك تصريح للمدير الفني بتاع المنتخب المغربي اللي كسبان 6 مباريات من 6، بيقول لك اخشى ان انا اقابل المنتخب المصري. المنتخب المصري طبعا، المنتخب المصري منتخب كبير جدا، وكل الفرق كل المنتخبات تعمل له مليون الف حساب. المهم انت تكون حالتك ايه، حالتك ايه وتشكيلك ايه، حاله اللعيبه في وقتها. يعني الزمالك هياخد دوري ولا لا؟ لا ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. انت بتتمنى بعد الخماسيه الاهلي؟ ليه، ما الزمالك واخد دوري. بس ما كانش هيتغلب من الاهلي 5، ده تالت الاهلي. لا لا لا، تالت ماتش في الدوري. لا هو اتغلب 5، يعني ما فيش حاجه اسمها اتغلب 5. هو اتغلب لا ما انا اصل انا لو اتكلمنا كتير في هنتكلم كتير في الاهلي والزمالك دي هنقعد حلقات. يعني هو انت الوقت معاك بيمر يا كابتن طارق، فانت ما ينفعش معاك حلقه واحده. حبيبي يا استاذ، تحت امرك. بشكرك كابتن طارق.